مهند محسن. تحياتنا له. تعاملنا مع مجموعة أغاني كبيرة وكثيرة، من ضمنها شلون خليتك تروح، بعد يا قلب ما تسوى، وغيرها من الأغاني. وهناك عمل مهم جدا راح يجمعني أنا وياه إن شاء الله في دوتو جميل، في عمل لا يقل أهمية عن أغنية الأماكن، بنفس الجو بنفس حتى وقتها راح يكون طويل يعني. حلو. قاسم السلطان. قاسم غنالي من النصوص اللي أحبها جدا، ونص كاتب إلي. حلو. بكيت بيوم وطفيت العيون، بيوم الفرقة حلفت اليوم الروم، عشق عمره وحياته وما أظن يهون، ولا رحموني من بعد اللي يلومون، ردت ما عوف وقلت شلون أعوف، وبعد ما مي صرت بالقوة أشوف، وصار بين عيوني وبروح يطوف، راح وين راح والما أظن يجون، بكيت بيوم وطفيت العيون. والله. غزلان. تحياتي كل المحبة والتحيات العزيزة غزلان، أنا صديقة جدا قريبة. العمل الأخير طبعا مبارك لكم عليه، عمل رائع وعمل مميز، ويعني نال استحسان الناس الحمد لله وشكرا. احنا هدفنا دائما أنه نرضي الناس والمتابعين. تحياتنا. غنت لك كثير من الأغاني، أشهرها أتلوع بلياك، وعدة موالات، والأغنية الأخيرة اللي هي ما يتعوض عمر الفات. نعم، كان هذا آخر. وهناك أعمال جديدة قيد التنفيذ، ومنها ما نفذ وجاهز يعني إن شاء الله يطرح خلال الفترة الجديدة. وأنا من أجمل الأصوات اللي أحبها على عموم المطربين العراقيين غزلان. صوت جميل ومهم جدا. حلو. أحلى من دالي. تحياتنا للدالي، وتحياتنا طبعا بداية الغزلان والدالي. كل واحدة يعني كل واحدة سواء غزلان أو دالي، كل واحدة لها جمهورها ولها ناسها ولها ستايلها. لا لا، أنت بالنسبة لك إنه صوت غزلان أحلى من صوت دالي؟ تطربني غزلان. حلو، يلا نكتفي بهذا القدر. على فكرة تدرس المشاكل ولا شنو؟ هذا المفردة مال ما 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 يتعوض عمر الفات، هذا شغلك انت لو شغل الملحن؟ ما يتعوض عمر الفات وما يرجع. قصدك تكرار كلمة ما اللي هي الحركة الغنائية هاي الملحن طبعا. ما يتعوض عمر الفات نص انا كاتبه، لكن الملحن من حقه يتلاعب يعني مرات حلو بالنص. حلو. يعني تحيات الملحن. شلون تنفذ العمل مال غزلان؟ يعني احنا بالاستوديو موجودين، وطرحت النص يعني بوقتها كان، وسمعت غزلان قالت لبيد النص كلش حلو. يقال انه يعني غزلان قافل عليك الاستوديو وحابستك بالاستوديو ورايحه للبيت والا تكمل النص. ايه كلب شات وزيان صفر ونقل الرضواني. لا شوف عاده ومكمله شغلها وراجعت لك يعني قالت لك الا تكمل النص يلا ترجع. عاده انا مو اخر العمل، لا بالعكس، انا جدا يعني اكون ملتزم بالشغل يعني. حلو. بس هاي كتبت الاغنيه، كتبت دخول الاغنيه المقطع الاول. كملتها وجاهزه، فكل ساعه يقولوا لي البيت تكمل كوبليهات هسه فد شويه. انا مو قصدي يعني اكون بس يعني قضيه شعريه، هاي لازم هي تطلب نفسي فد شويه، بس اعطوني مجال باكر ان شاء الله اليوم. اخر شيء انا قاعد بالاحدى الغرف بالاستوديو، فدخلت قالت لي كمل كمل لنا الاغنيه هسه حتى ادخل اسجل يعني. قلت له اوكي ماكو مشكله. فطلعت انا بعدني قاعد بالغرفه، طلعت سدت الباب وقفلت هيك. كانت تخابرني قالت لي بيت هسه انا قفلت الباب والمفتاح عندي، اذا ما تخابرني وتسمعني الاغنيه كامله ما راح افتح لك الباب. فاضطريت كملت الاغنيه وخابرتها، رديت لي اياها يلا جد فتحت الباب. حلو. تحياتنا تحياتنا لغزلان. سلام حسن. تحياتنا لسلام حسن، صديق عزيز. تعاملت وياه بعده اغاني مهمه. حلو. من اقرب الاغاني لي الاغنيه اللي صورها اخيرا بدت روحي تحن لهم. حلو. واغنيه وطنيه ايضا صور، واغنيه وطنيه مو الوطنيه عشان ياكل بشوي. محمد الفارس. تحياتنا. عده اعمال مهمه وكثيره مع محمد. حلو. الفارس. محمد صديق قريب جدا. سيمور جلال. هواي تعاملنا، واشهرها اغنيه رياضيه قبل الـ قبل الـ قبل الـ قبل, الـ قبل مشاركتي في برنامج ذا فويس يعني. بعد ذا فويس ايضا اكو تعاملات جديده وقيد التنفيذ، وواحده منها اتوقع نزلت خلال يعني اليومين الماضيين او راح تنزل ما اعرف. حلو. وسام المهندس. هوايه كثير من الاغاني تعاملت وياها، اشهرها اغنيه مختنق. الملحن علي البدر. كل الحب والتحيه للصديق والاخ الحبيب الملحن علي بدر. كثير تعاملنا بعده اغاني مهمه، واكثر ومو اكثر كلها كانت اغاني ناجحه وحلوه.